أنا المحاور كان صعب علينا. سي محمد إبراهيمي، بغينا نعرفوا يعني الأعمال ديالك، يعني كيفاش كدير تفرق ما بين العمل ديالك كبرلماني والعمل ديالك كرئيس الجماعة؟ واش كتشوف بأنه المهمة صعبة والعمل شاق؟ شكرا. بالنسبة لي الفريق بركان 49 والموقيع بركان 49 اللي في الحقيقة أنا كنعتبرها هذه خطوة مهمة، وجات في واحد الوقت اللي في الحقيقة مناسب. ونشكركم مرة ثانية على هذا اللقاء ديالنا ديال اليوم. أنا الحمد لله التجربة ديالنا ماشي تجربة ديال اليوم، تجربة من 97 اللي كنا في الجماعة ديال فزوان، اللي بدينا المشوار ديالنا، المشوار السياسي والمشوار الجماعي. الحمد لله من 97 اللي كنا في الجماعة تاع فزوان، أنا ذاك أصغر رئيس جماعة في المغرب. والحمد لله اللي دوزت تما واحد الولايتين اللي دوزناها في ديك الجماعة، واللي بدنا واحد المجهود، والحمد لله واحد المجهود جبار، وداك الشيء بالأرقام، هذاك الشيء بالأرقام. بالنسبة للمشاكل أنا ذاك اللي كنت تعاني بهم في 97 الجماعة ديال زوان، وكانت واحد الكثافة السكانية، وكانت المساحة ديالها مساحة شاسعة، والحمد لله درنا مجهود وخلينا بصمات ديالنا. ومن بعد 2009 التحقنا من الجماعة ديال بركان، واللي دوزنا 6 سنوات في المعارضة، ولكن كانت معارضة، درنا معارضة بناءة ماشي معارضة لأجل المعارضة. وجات الانتخابات ديال 2015 الحمد لله، واللي نشكروا بالنسبة لنا من الناخبين اللي في الحقيقة والمواطن البركاني اللي يرجع ليه الفضل، اللي باش وصلنا لهذا المرتبة هذه اللي رحنا فيها كرئيس الجماعة أو كنائب برلماني. أنا كنقول دائما ملي كتكون النية صادقة للعمل والآخر ما كانش الإشكال في المسؤوليات، ولو كتكون نائب برلماني ورئيس الجماعة. انا نعطيك مثال، كنمشي كندير العمل النيابي، كنمشي لحد الاثنين ثلاث كنساليو وكنرجعو، حيتاش انا صفت ما داخل في ديك اللجنه غير عضو في اللجنه الداخليه في العمل النيابي، عندي الوقت الكافي لاجل باش نولي عاود نشتغل في العمل الجماعي. والعمل الجماعي هو اللي مهم، راه كاين النواب، كاين رؤساء الاقسام، كاين رؤساء المصالح، هذا الشيء كله كيهيئوه ملفات والاخر، هذه كتتهيئ من رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح. الرئيس اش الدور ديالو؟ الرئيس الدور ديالو هو في الحقيقه يخص ينفذ وينزل المشاريع ديال الجماعه ديال المدينه وديال البرنامج ديالك اللي وعدت به الساكنه، ماشي الرئيس خصو يجلس في البيرو ديالو ويبقى يستنى اللي داخل عنده وخارج وغادي جاي وهادي وهادي. راه ممكن تضل 24 ساعه على 24 ساعه وانت في المكتب ديالك وراه ما تساليش، وما يمكنلكش غادي توفق ما بين زوج الولايات، ولكن الى زوج المهمات، ولكن الى كان هذا الشيء منظم، يكون هذا الشيء منظم مقاد، راه هو لو يكون عندك حتى ثلاثه المسؤوليات راه تقدر توفق ما بين هذه المسؤوليات كلهم. سي محمد، يعني كما قلت ذكرت بانه ايام المعارضه كنتو تدافعوا على بزاف ديال الحوايج، يعني من جيتو للتسيير واش حققتوا شي حاجه من داكشي اللي كنتو كدافعوا عليه في المعارضه؟ الحمد لله انا في الحقيقه واحد المجموعه النقاط، واحد المجموعه المشاريع اللي كنا كنتكلموا عليهم في المعارضه واللي جينا وراهم كيتنفذوا على ارض الواقع، على ارض الواقع ونزل على ارض الواقع. ونعطيك امثله، انا نعطيك امثله نتاع الاحياء الناقصه للجيز اللي توقعت اتفاقيه امام صاحب الجلاله في 2006. اتفاقيه توقعت نتاع الاحياء الناقصه للجيز امام صاحب الجلاله 2006،
وتكلمت عليها انا مهران في المعارضه، لا 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 انا لا الاخوه اللي كانوا على معنا في المعارضه الاخوان الهلاليه، ولكن ها وجهنا الحمد لله درنا مجهود وخرجناها، خرجنا ديك الاتفاقيه الى حيز الوجود، وهي اللي راهم دروك دوك الاحياء اللي فيها تيولر واحد تيولر زوج في عساس الاخر حيز اللقاء فيها بوهديله، ومازال غادي ان شاء الله كان الشطر الثاني عاود اللي راه غادي يكون في ان شاء الله في هذه السنه، كنقول في هذه السنه ان شاء الله تاع 2018 او في البدايه نتاع السنه تاع 2019. هذه غير من واحد المجموعه، ونعطيك مثال المسبح 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 اللي كنا كنتكلموا عليه اللي هو راه كنضرب في ارض الواقع. نعطيك مثال المحطه الطرقيه، ولا وهذه المحطه الطرقيه مؤقته، حنا اللي كنا كنتكلموا عليها الا كنا براكنا وعندنا غير على هذه المدينه تاعنا ما نرضاوش من الفوضى اللي كانت عندنا في شارع مولاي يوسف. شي واحد كان راضي من الواقع اللي كنا اللي كان فيه، وهذه كانت هذا الشيء اللي كان اللي كنتكلم عليه هو كان مطالب نتاع واحد المجموعه نتاع الطلبه وواحد المجموعه نتاع الشباب اللي كانوا يديروا وقفات عند الشبيبه والرياضه اللي في المارشي، وداروا اللي كانت المطالب المحطه الطرقيه اللي كان دار الثقافه اللي كان في المثال المسبح، كاين واحد المجموعه ديال الامور اللي كانوا يطالبوها، وهي اللي راهي كتنزل ضروت على ارض الواقع، واللي قلت لك انا محطه مؤقته واللي دائما كناكد عليها، وان شاء الله راه كاينه المحطه اللي غادي تكون في سوناكوس، واللي راني درت واحد اللقاء ان شاء الله في اقرب وقت. هي الاجراءات راهي غادي راه حنا نقول لك واصلين واحد ل 85%، وغالبا راه في اقرب وقت ان شاء الله غادي يمشيو لادروبول باش يحاولوا باش يرحلوا الماتريال ديالهم لادروبول، كيستناو ممكن كتكون شي يكون شي تدشين ولا كذا ولا الاخر، هذا هو اللي كينتظروه باش ان شاء الله تكون محطه في سوناكوس لاجل باش يوجد كان دراسه ديالها. وكاين المجلس الاقليمي اللي راه طرف في هذه الاتفاقيه لاجل هو اللي غادي ان شاء الله يقلب على الشركاء، حنا غادي نوفروا القطعه الارضيه والمجلس الاقليمي هو اللي غادي يقلب على الشركاء. هذه هذا الشيء كله اللي كنا كنتكلموا عليه في المعارضه. نعطيك مثال نتاع سوق بايو، سوق بايو اللي ثلاثه د المرات هو كيتحرك سوق بايو، ومن حنا كنا من الناس اللي كنا نقول لهم اودي ديك الطريقه اللي راه عليها هذا السوق راه ما يرضى حتى شي حد وما يقبلها حتى شي حد، والحمد لله جينا ودرنا مجهود، ما درنا يد في يد السلطه المحليه والاقليميه. انا صراحه انا دائما انا واضح حتى السلطه لعبت دور كبير، والمجتمع الجمعيات نتاع التجار حتى هما لعبوا واحد الدور كبير. انا من هذا المنبر نشكر لا السلطه المحليه والاقليميه لا الجمعيه نتاع ذاك السوق اللي لعبوا معنا واحد الدور مهم، والحمد لله حاولنا مشاو هذوك الناس عطيناهم البديل، والشيء اللي كنا نتكلموا على ديك الساحه باش تكون حديقه كنا كنتكلموا عليها في المعارضه، والحمد لله هي كاينه حديقه الوقت اللي خرجوا من تما دوك التجار راك عارف دوك الناس نتاع الله يكون لينا وليهم. انا دائما كنسمي اعداء النجاح، كاين واحد المجموعه واللي كنعتبرها وكنسميها اعداء النجاح، نهار اللي خرجناهم من تما كاين اللي بالفيسبوك راهم باعوا ديك القطعه الارضيه راهم غادي يديروا البروجي، ميم كنا نقول لهم اخوت راه كاينه دراسه، راه غادي تكون مساحه خضراء، غادي تكون جارده، غادي تكون كذا، غادي تكون كذا، واحد يقول لك ما يمكنش، واحد يقول لك الوعود كاذبه، واحد يقول لك كذا، واحد هذه، واحد هذه، ولكن الحمد لله حنا كنتكلموا، ولكن في نفس الوقت راه حنا كننفذوا، وداك الشيء اللي كنا نوعدوا به المواطن واللي كنا نوعدوا ما كنقولوش اودي حنا راه يمكن غادي نكملوا 100%، راه إذا قلت أنا نكمل 100% راني كنكذب، كنكذب، ما يمكنش، كاين إكراهات، كاين إكراهات، ولكن الحمد لله حنا واحد المجموعة ديال المشاريع اللي راه حنا كننزلوها، وراه حنا كننفذوها. نعطيك مثال عاود السوق، سوق الغنم، سوق الغنم حتى هو تكلمنا عليه بما فيه الكفاية في المعارضة، وكنقول يا ودي لا يعقل واحد السوق وحداه مدارس، حداه اعداديات، حداه ثانويه، حداه
واحد الكثافة سكانية والإنسان عايش حدا واحد السوق اللي السوق مثل ما كان اعتبر ديك الساعة كان سوق كارثي سوق كارثي. ولكن الحمد لله جينا ودرنا مجهود وحاولنا السوق عاود هنا الفضل كيرجع لينا والسلطة المحلية والإقليمية والمجتمع مادون لدوك التجار اللي داروا معنا المجهود لأجل باش نجحنا هذه العملية نتاع هذا السوق هذا. سمح لي هذا على قضية الكوري. نعم. يعني قانونا يعني واش يعني كاين شي قانون أنه يسمح أنه يكون كوري في مجال الحضارة؟ ما كاينش. أنا بالنسبة لي ما عندناش كوارع في المجال الحضاري. هذوك ما كانوش هذوك كانوا في البلاصة اللي كانوا اتفق معاه كانوا كوارع وكان عندهم حكم قضائي اللي أجل باش يتنفذ وما كانش شي حد اللي كانت عنده الجرأة وينفذ داك الحكم هذا. ما كاينش شي حد اللي كان تيقول ودي تنفذهم. علاش؟ كاين واحد المجموعة الاعتبارات وكاين واحد المجموعة الأمور اللي ما غاديش نقدر نزيد نوضحها لأجل قال إذا اختشف كذا في هذا في هذه الجهة ممكن توقع لي إشكال هنا ولا. ولكن كنقول لك كانت عندنا جرأة بالنسبة لنا حنا حيدنا الكوارع ما بقاوش عندنا الكوارع. بالنسبة للسوق اللي راه كاين أنا كنسميه نقطة البيع واللي أجل راحنا إن شاء الله راحنا كنفكروا مستقبلا إن شاء الله وكاين واحد المخطط واللي راحنا كنشتغلوا عليه جميع حنا والسلطة الإقليمية والسلطة المحلية باش نشوفوا شي قطع أرضية وواحد الاتفاقية مع ذوك الجمعيات نتاع ذوك السادة نتاع الغنم باش يكونوا هاد الناس كلهم اللي عندهم هنا في المدينة. شوف حنا مدينة باقي هاد الشيء حد اللي باقي يربي فيها الغنم عيب وعار باش مدينة نتايا حضارية وهادي وتلقى فيها الكوارع في وسط المدينة. هادي رحنا كنشتغلوا عليها باش إن شاء الله يكون كوارع خارج المجال الحضاري اللي عنده شي حاجه داخل الدار ديالو. حنا راه خدينا مقرر في الدورات اللي دازو في واحد الدوره من الدورات اللي دازو خدينا مقرر لاجل باش نمنعوا تربيه المواشي داخل المجال الحضاري. هذه كان المقرر وان شاء الله راه غادي يتنفذ. وانا نقول لك هذا الشيء اللي كنقولوه واش اللي كنا كنقولوه لا في المعارضه لا من جينا حنا راه حنا كننفذوا وحنا كان وا سي محمد يعني بصفتكم يعني كبرلماني واحد السؤال اللي كيدور واحد الغموض كيلف ديك النتائج المباريات ديال الطوليف ديال الجامعات المحليه بصفتكم يعني رئيس الجامعه يعني الاخر الناس راه كاين واحد السؤال الناس بزاف الناس راهم تالفين راه كاين اللي معلق المستقبل ديالو بهاد النتائج كاين اللي ما عارفش واش غادي يمشي يخدم ديك الخدمه اللي قد مثلا جاتو فيزا ولا يستنى ولا يمشي يخدم ديك الخدمه ولا يستنى يعني بغاو الناس شي توضيح على هذه المساله. بصفتكم طرحتوا واحد السؤال مؤخرا واخا انه الاسئله السابقه الاستاذ امل عرب والاستاذ قاوري كانوا طرحوا ولكن رغم تلك الاسئله ما كانتش اجابه شافيه لهذا الناس. انا في الحقيقه النهار اللي وليت المسؤولية تاع هاد الجماعة من الناس اللي كنتو معطوني هاد العدد المناصب اللي راه عندي داخل الجامعة. عطوني المناصب اللي راه عندي موجودة داخل الجامعة لأجل باش نفكروا في أبناء هاد المنطقة. علاش؟ حنا كنشوفوا الإنسان واحد العدد عندنا اللي كنتلاقاو معاهم طلبة أصدقاء كذا وهادي ومسكين كتلقاه الانسان ديال الجزائر ديالو كيقلب يقول انا لقيت فاش ما كنشتغل ولا فاش ما لقيت فاش كنخدم وهادي ولا قر لقيت عندي واش 42 ولا 44 44 بوست. انا في ديك الساعه كنت غادي ندير المباراه كنت غادي ناخذها بوحدي كرئيس الجماعه وندير المباراه ونقدر على هاد 44 واحد هاد 44 واحد نقلوها لعائلته. ولكن من بعد كانت ديك انا داك ديك داك الرساله للسلطه الاقليميه قلت اودي لابد خصها تكون مباراه غادي يكون على الصعيد الجهه وكذا وما يمكنلكش غادي نتايا تاخذها يمكن هذا 44 غادي تجيك واحد 6000 واحد ولا 7000 واحد غير داخل الجماعه نتاعك لو كان كان هنا غير على الصعيد الاقليمي ولا على الصعيد الجهه ديرها غير انت كجماعه. ولكن من غادي تاخذ انت كدير الاعلان كرئيس الجماعه راه غادي يجيوك على الصعيد الوطني
ومن جيت انت 4000 طلب ولا 6000 طلب، كيفاش غادي تنطها؟ كيفاش غادي تقادها؟ داك في ديك الوقيته كان السيد العامل السابق قال لك من الاحسن غادي يكون على الصعيد الجهه، نحاولوا باش ننظموا على هذا هو اللي مشينا فيه، مشينا على هذه الطريقه نتاع على الصعيد الجهه اللي شرفت عليه الاكاديميه نتاع الجهه الشرقيه مع السلطه الاقليميه والسلطه الجهويه، ودارت المباراه واللي حنا بداتنا انا راني درت مراسله في الموضوع، انا درت مراسله للسيد العمال، مراسله للاخر المديريه الجهويه الاقليميه تاع التعليم، ودرت سؤال كتابي وسؤال شفوي، وقلت هل السيد اللي مسؤول في الداخليه على هذا المصلحه اللي مكلفه بهذا الشيء تاع للموظفين، ولكن مع ذلك رحنا كننتظروا الاجوبه ديالهم، رحنا كننتظروا الاجوبه ديالهم، ونتمنى ان شاء الله يكون شي تكون شي اجوبه في اقرب الاجال ويتحل هذا الاشكال نتاع هذا. رساله لهاد الناس اللي كيستناو، واش يزيدوا يستناو واش؟ لا انا كنقول الواحد ما عمره يقطع الامل، واحد ما عمره يقطع الامل، الانسان ينتظر ان شاء الله، وحنا رحنا واقفين على هذا وحنا في حاجه مسا، احنا في حاجه مسا الجماعه. لمسنا في الجواب ديال السي الخلفي ذاك النهار الاستاذ عربوش، لمسنا فيه هو ما عرفش الجواب، هو ما عندوش الجواب، يعني كان واحد النص واضح من الاجابه، ما فهمناش دوك الناس كيقولوا يعني. انا شنو نقول لك اودي، هاد الناس يخص في الحقيقه مازال يزيدوا ينتظروا، انا في حاجه مسا لهاد الناس هادو، انا في المثال كرئيس الجامعه عندي خصائص داخل الجامعه، وراني في حاجه مسا لهاد الوظائف. سي محمد، يعني كما نعرفوا بان الحزب ديال الاسر المعاصر كان تقدم بواحد المقترح ديال مقترح قانون ديال الغاء الجمع بين التعويضات. نعم. يعني علاش السي ابراهيم ما فكرش يعطي واحد النموذج ديال التنازل على تعويض رئيس الجامعه مع العلم ان التعويض البرلماني كافي؟ انا شوف انا من الناس اللي النهار اللي قال الحزب خدا واحد القرار، قال اودي حنا ديك 8 شهور اللي كان ذاك البلوكاج نتاع الحكومه، قال لي خصنا نرجعوا ذاك الاجر اللي ما خدمناش، خصنا نرجعوا للخزينه. انا من الناس اللي قلت لهم انا هو الاول، وداك الشيء رجعته تقريبا من البدايه للنهايه، كل شيء رجع داك الشيء كامل. وانا من الناس اللي كنقول راه ما يمكنش، انا ما بالعكس نزيد كاع الطب في الحقيقه، اللي يكون رئيس جامعه ما خصوش يكون برلماني، ولو انا نقدر نجمع بزوج ونقدر ندير مجهود فيهم بزوج، ولكن خص الحقيقة رئيس الجامعة نائب برلماني يكون نائب برلماني. وأنا أتفق معاك، ما يمكنش الواحد كيتخلص فيه، حنا عاد بالعكس كرئيس الجامعة اش كتاخذ؟ 7000 درهم، 7000 درهم كرئيس الجامعة، النواب ديالك يديو 3000 درهم، الآخر 3000 درهم، كاين رئيس اللجنة يدي 1400 درهم، كاين المجلس يدي 1400 درهم، والنائب نتاعو كيدي 700 درهم اللي كياخذو. راه اللي كاين اللي راه كياخذ في المثال 4-5 الملايين، كتلقى في المثال عمده وكذا وهذو، كتلقاه نائب برلماني عمده ونائب برلماني وكذا وهذي والاخر، هذو هما اللي فيهم الاشكال. ولكن بالنسبه لي انا حنا ما انا بالعكس حنا من الناس اللي حنا ندعموا هذا الخطوه، وما عنديش الاشكال، ولكن باش ما عنديش فيها اشكال انا خصوصا ديال الجامعه. مرحبا. واحد النقطة ديال أثرت الكثير من الجدل هي السوق الأسبوعي، علاش تلغات؟ الناس هضروا على واحد الواصل ما الواصل، أش وقع ديك الصفقة هذي؟ فهمتي مع الأسف، شوف مع الأسف أتقول غير السوق اللي كاين، وشوف أنا مع الأسف اللي كنقول لك هذا السوق، ولكن علاش؟ قلت لك أودي شوف المواطن، حنا دائما الحاجة اللي فيها الخواض كنقولها هكا، السوق عايشة فيه الناس، وواحد المجموعة عايشين على الخواط، الخواط في السوق اللي عايشين، المشكل اللي كان ماشي السوق، هذا السوق كامل الضجر اللي نط عليها الإخوان، كيدخل 650 مليون سنويا، أنا شحال من مواطن يجي يقول لي الجماعة نتاع بركان غير السوق تخلص كل شيء، وكنقول له السوق
هاجي نعطيك الارقام ديالو 650 مليون، السنه اللي فيها مزيان كاع 700 مليون، وقلع الموظفين قلع. انا هكا كان، انا شوف انا كرجل اعمال انا كنحسبها هكذا، انا خويا السوق كيدخل لي 700 مليون، نقلع 200 مليون ديال الموظفين، نقلع الضو نقلع الماء، كتشيط لي 300 مليون في السنه ولا 350 مليون. انا رجل اعمال هكا كنحسبها. الا شديت هذا السوق ودرت الصفقه ديالو وكريتو، وكريت انا هذا السوق ودخل لي 700 مليون في العام، ولا دخل لي 800 مليون، زيد عليها المصاريف اللي راني كنصرفهم كيولي لي في مليار وشي حاجه، وزيد هذوك الموظفين اللي عندي في ما 20 موظف ولا 25 موظف، يجي اخويا يمشي يدخل لي المداخيل ديال المدينه. المدينه 10 د الملاير الاخوه باقي استخلاصو اللي ورثناه 10 د الملاير. ونقول لك انا واحد القضيه اخرى، السوق كاين لوبي اللي ما باغيش السوق باش يتكرا، كاين لوبي اللي السوق ما باغيش باش يتكرا. وانا السوق درت الصفقه ديالو، المصلحه دارت صفقه، وقع خطا اداري ومشاكل السوق. مع الاسف، علاش قلت ديما مع الاسف؟ يعني السي الرئيس انت مع انه تندار الصفقه؟ انا غادي ندير الصفقه، انا غادي ندير الصفقه في اقرب وقت، انا غادي ندير الصفقه للسوق الجمله، غادي ندير الصفقه للسوق الغنم، غادي ندير الصفقه للمحطه الطرقيه، ندير الصفقه للباركينغ، ندير جميع المرافق اللي عندي داخل الجماعه كلهم سوق السيارات. راني دوزتو في الدوره اللي سوق السيارات عمرو كان في بركان، عمرو سوق السيارات الاخوه ما عمرو كان في بركان، عبدو ربي جيت وكانت عندنا مزباله حاشاك من تحت حدا السكينه، طلبنا مقاولين، طلبنا كذا، ودرنا مجهود ودرنا الغازوال من عندنا، ونقلنا زيد من 1400 فواياج نتاع التراب اللي كانت جاو شركات داروا لنا الدوفي نتاع 600 مليون 550 مليون 500 مليون باش يحيدوا لنا داك لي رومبلي، وجيت حيدته انا ب 20 مليون نتاع الغازوال، ودرت فيه السوق اللي ما عمرو كان في المدينه، ودرته وان شاء الله مقبل باش نكريه، وجميع المرافق انا اللي عندي داخل الجامعه كلها غادي تمشي للكيرة، وغادي تمشي للكيرة بالربح ماشي بالخساره، غادي تمشي. انا فوقاش يخص الانسان اللي يلاحظ ويقول كاين الخواب، كاين الخروقات، كاين كذا، راه باش تكري الحاجه كدير لجنه كتحدد لجنه من المرا من الماليه من الممتلكات من كذا من هذه من هذه، يقول لك هذا السوق اخويا انا نقومه في المثال في 100 مليون، ولكن ما يطيحش على 100 مليون الكريه، ما تقدرش نجي انا كدير الصفقه الى واحد دار اقل من 100 مليون ما تقدرش تكري، الى دار 100 مليون ودرهم كري. هذه كاينه لجنه، ولكن دائما كتشوف الربح نتاع الجماعه، ما يمكنلكش انت تخسر الجماعه. يعني مادام انت يعني مع الصفقه ديال انه تندار الصفقه ديال الكرا ديال السوق الاسبوعي، علاش تلغيت؟ لا تلغيت من خطا اداري، ما يمكنلكش، هي ما خرجتش في البورتاي. يعني غير خطا الاداري، خطا الاداري ما كنسمعوا انه خروقات، انه تزوير، انه لا لا لا، شوف كاين خطا اداري، سمعنا انه تفتح تحقيق وسمعنا هو. شوف لابد اي مرشي راه ما يمكنش اي مرشي يوقع لك فيه اشكال. هو اخيرا وقع لنا اشكال في المرشي ديال الجامعه، اصلاح الجامعه، ولكن ضروري منين من بعد غادي تلغى هذاك المرشي، راه لابد اللجنه تجلس. اودي علاش وقع الخلل هنا وكيفاش والسبب وكذا وهذه، ولكن كتلقى اما خطا تقني اما خطا اداري اما كذا، ولكن باش المره الجايه تحاول باش هذا الخطا تجاوزه، ما يمكنلكش تولي. ولكن قلت لك شوف الناس لو كان هذا السوق ما كانوش يخرضوا فيه وعايشين في هذا المخ، واحد المجموعه ديال المخرويطين، راه ما تكونش كاع ليها الكلاب، ما كانش كاع ليها. ولكن كي كتقيس الانسان كتمشي وكتقيسو، راه لابد. هذا هو اللي وقع خطا، وشو درنا كاع عندو صحفيه اودي اللي كان والامور صافي. من بعد راه الامور تقادت، الملفات راهم يتقادوا ان شاء الله، كل شيء راه موجود باش عاود لونسيو ان شاء الله الصفقه ديالنا. السوق الاسبوعي قلت بانه يعني كاين شي حوايج تما كيدوروا، بانه كاين خروقات وكاين، علاش مثلا يتداول بانه كان شي مقترح ديال انه يتنداروا كاميرات ديال المراقبه في السوق ورفضوا؟
حنا غير باش نوضح دائما هنايا راك عارف بعض المرات حتى قضيه السوق ملي كيقولوا الخواض وكل شيء كيقول واحد كيفاش كي بعض المرات كيوجهوها للموظف بعض المرات كيوجهوها لمكان هنا باش نوضح مزيان ملي كنقولوا الخواض راه كاين اللي كاميون اللي كيفوتوا برا برا الموظف راه في البال راه الموظف راه في البال كاين المهم كاين امور واش نقول كاين واحد كاين شبكه يعني ماشي كلشي يفوت من الباب ماشي كلشي والموظف راه في الباب بعض المرات راه الموظف يمشي تابع كاملين فات بجهه اخرى كاين البيبان كاين السراجم كاين كذا كاين السوق ماشي منظم انا كنقول لك ماشي منظم والحل الوحيد ديالو هو خصو يتكلى هو خصو يتكلى وعلاش حنا ما درناش هاد الكاميرا علاش ما درناش الصور هادشي كله وجدناه السيد اللي غادي يكري هو اللي خصو اخي ديال الكاميرات كيبغي هو انا ممكن نمشي نخسر 40 مليون ديال الكاميرات وغدا يجي هو يقول لي لا انا هاد الكاميرا ما بغيتهاش هكا يقلعها انا بغيتها تكون من هنا وبغيتها تكون من هنا يمكن ندير له الصور يقول لي لا انا هاد الصور انا ما بغيتوش هكا حنا كل هذا الصور لكاميرا هادشي كامل وجدناه راه داخل في المشروع ان شاء الله نتاع الكلاء اللي يجي ياخذ الكلاء تاع السوق يدي السوق هو اللي غادي يبقى يدير لي كاميرا ديالو هو اللي يدير السياج نتاعو يديرو بالطريقه اللي كيبغي هو لحقاش انا علاش هذاك غادي يكون حرايحي شتي هذاك اللي غادي يجي يكري السوق غادي يجي شكون اللي غادي يكريه ما غاديش يقدر يكريه واحد اللي ماشي حرايح غادي يكريه واحد اللي معلم بحال هذو اللي كيشدوا الاسواق بحال هكا هذا اللي غادي دارت واحد الهضره على الهويه ديال انه هذاك اللي غادي يكري السوق من الحزب الاصل والمعاصره من الغرب وكان اللي يبان لك واش العرايش اللي يقول اكادير والله يا اخي شوف واش غادي نقول لك انا والله ما كنعرف حتى السيد والله ما كنعرفو جاو اربعه شركات اللي جا ويمكن هذا السيد اللي جا عنده مهنه كاري السوق واش تاع الدار البيضاء ولا تاع اكادير ولا يمكن تاع الدار البيضاء ولا اكادير بالعكس انا ماذا بيا واحد تكون عنده تجربه وعارف كل شيء وهادي واذا كان من مربام ولا من جهه اخرى كان رجل اعمال اخي الانسان ديال القانون وانا راني رجل اعمال انا تشوف المشكل اللي كاين كل من المقاولين والشركات نعرفهم كلهم اصدقاء ديالي وفوقاش ما دا شي واحد يصفق وصاحب الرئيس وراه مع الرئيس وراه شارك مع الرئيس وراه كذا وكذا وهادي وراه اشكال دير لي بانو دير له علامه تشويق او الضياعه ديال الفلوس ما ديرش يقول لك اه شوف المدينه تدخل ما عارفينش كاع منين نفوتو ما كاينش كادي هادي واش هاد الناس راه لا اله الا الله واش هاد الناس راه مازال ما عرف الانسان داير بورتاب وكاين شي كاين واحد الحاجه قبيحه ما يمشيش دير 99 حاجه مليحه بعض المرات كاين اللي ما يقولش هادي دار مليحه دار مزيانه دار ولكن واحد الحاجه قبيحه بنادم راه يخطا راه ماشي ملائكه حنا ماشي ملائكه راه الواحد لابد من الخطا ولكن ما خصناش نكون داك الياس ما خصناش نوريو غير ديك الصوره القبيحه بالعكس خصنا نوريو الصوره اللي مزيانه لمدينتنا ولا الاقليم تاعنا ولا بلادنا ككل ولكن مع الاسف كيف كان واحد المثال الويله كاين واحد المجموعه ولكن الحمد لله قلال انا دائما قلال دوك الاعداء نتاع النجاح دوك الاعداء نتاع النجاح قلال ولكن لا بد الانسان ملي كتكون حسن النيه والنيه الصادقه راه ربي يستجب سي محمد انت كنت طرحت واحد التساؤل واحد الوقت قلت فيه مشات 27 مليون واش لقيت الجواب ولا مازال يا اخي شفت هذه انا كنت نقولها ملي كنت في المعارضه انا كنت في المعارضه لا قلتها حتى وانت في الرئاسه لا قلت لك زعما راني جايك انا كنت في المعارضه وجيت ودرتها وقلتها حتى في الرئاسه قلت انا على 27 مليار ومن بعد كاين اللي قال ودي تاهم على بالعكس ما كان تاهم حتى شي حد انا واضح وكلامي دائما واضح علاش قلت ودي مع الاسف كاين الناس اللي كيحرفوا داك الشيء كيوجهوا لجهه اخرى واش داك الشيء متعبد واش كيبغيو يشتروا شي امور اللي ماشي هي هذه واش علاش الا ما كناش نقولوا الحقيقه الا ما كناش نتكلموا الحقيقه وما كناش نوصلوا نقولوا الصراحه للمواطن ونقولوا الحقيقه للمواطن راه شوف علاش فقدت الثقه نتاع المواطن راه من هذا الشيء
ولكن كنت نقول الحقيقة هذه 27 مليار أنا كنت كنقولها كنت في المعارضة مع السيد الدكتور عواد كنا نقول له دي ديرها لنا نقطة في الدورة لأجل حنا بقينا غير نعرفوا 27 مليار أخي أنا ملي كنقول 27 مليار نقول لك أنا نجيك علاش قلتها 27 مليار داخلة فيها المزارة داخل فيها المزارع برنامج اعاده المجال الحضري كامل داخل فيها السوق داخل فيها السوق الجمله داخل فيها السوق الجمله داخل فيها المنتزه داخل فيها المنتزه نتاع سيدي احمد بركان في هذه 27 مليار هذو كلهم داخلين في هذه علاش انا بقيت نتسائل كاين اللي يجيب لك اليوم عادي يهضر لي على المزارع وهرب الزهراء وكذا وعادي أودي أنا من السنتين اللي جيت في كنت 40 سنة والمزارة كانت في واحد الحالة يرثى لها في كنت 40 سنة والسوق في كنت نتعلم ممتازة يقول لك أودي أنا هنا قلت يا أودي هاد 27 مليار اللي تعطت البركان يقولوا لنا الله يرحم الوالدين غير في الدالت أش من شوارع في الدالت ويعطونا الدراسة ديالها ويعطيونا التكلفة ديالها هي أنا ذاك كانت تشرف عليها العمران بتنسيق مع السلطات الإقليمية والأخر وهذه كاين اللي كيقول لك هما كاين اللي كيقول لك 27 مليار خدمت بها من كانت صراعات كان أنا ذاك كانوا صراعات ما بين السلطة والمجلس والأخر وهذه مشات خدمت كان فيها داخل سيدي سليمان كان فيها بركان الكبرى دخلت فيها سيدي سليمان دخلت فيها بركان دخلت فيها ولكن نتمنى مع الاسف نتمنى ان شاء الله يقولوا لنا 27 مليار دار هذا الشارع بقداد دار هذا الشارع بقداد دار هذا بقداد دار هذا بقداد دار هذا بقداد انا غير اللي كنقول انا لا انا ما انتهى حتى شي حد انا ما كنتهم حتى شي حد وما كنبغيش شي حد لي زعما انا بالعكس الوقيته اللي تكلمت على 27 مليار كاين اللي قالوا تهم فلان تهم فلان تهم فلان ولكن انا لا اتهم احد هادو فلوس الشعب والانسان حنا ما نقولوش ولكن غير فين مشاو فين دارت هاد الشوارع شحال تخدمت شي حاجه ما نقولوش ما تخدمتش ولكن علاش ما تخدمش ديك الساعه ديال الثقافه عاد راه تخدم علاش المزارع الداخله ما دارتش علاش السوق ما دارش علاش المنتزه ما دارش انا هذا هو اللي كنت سائل النقطه ديال المزارع سمح لي كان البطل العالمي سي هشام هضر على واحد 250 مليون عاوتاني واش هي ما بانتش واش الناس عاوتاني هضروا عليها بزاف وسي هشام راك عارف وصل انه درتو بيان ورد بانه كاين واحد الجهه غادي تجي وتحقق وكذا واش بان شي حاجه ما بان والو انا واش نقول لك سي هشام بعدا صديقنا وعلاقة عندنا معها طيبة ولكن أنا دائما عنده واخا يكون صديق ديالي ولا يكون أخ ديالي ولكن ما بغي يكون نوع ديالي خرج بشي ملاحظة ماشي هي هذيك أنا ما كنستفد حتى شي واحد والحقيقة كنقولها أنا النهار اللي وقع الإشكال بالمزارة وبالعكس حنا المزارة ما في واحد ضخموه بزاف وعلى المزارع وفعلا ودارع وكذا تي هما دوك الزارع انا اليوم كان عندي اجتماع مع لونصا مع المجموعه مع كذا جاو الزارع باش يجتمع معايا ولكن انا ما كنتش داير معاهم اجتماع هما الزارع كيقول كذا شت المزارع ديالنا واحسن بدرجه على المزارع اللي حنا نتفاح فيه هما راهم كيقولوا هذا الكلام حنا الضجه وقعت على المزارع وقعت جا المزارع والمشكل اللي وقع هو الماء ما كانت شي حاجه اللي زعما مشكل نتاع الماء تقطع وكانوا مولفين بيه تقطع الماء يلغاو علينا كنديرهم لي سيتير هذاك النهار ما كان داك الشيء متعمد كان داك الشيء متعمد وكانوا فيه اعداء النجاح انا دائما كنقولها وكنقررها كانوا ثم اعداء النجاح داخلين لاجل باش داك الشيء كان مخدوم داك الشيء كان مخدوم باش ينوضوا الضجه وينوضوا كذا وينوضوا هذه ولي ميساج تاع راهم بيني واضحين علاش اسباب وكذا وهادي ما بغاوش يلغاو على الماء وبقى داك الشيء اللي راك تشوف كان كاع داك الشيء مفبرات وكذا وهادي والاخر ماشي مشكل طلت لجنه درنا لجنه جينا كانوا ملاحظات كانت الحقيقه يتصلحوا في ديك الوقيته صراحه يتصلحوا عاودت لجنه اخرى ثم ودي شوف
انا كيبان ليا الله يخليكم الا نلقاو اليوم غادي نلقاو اشكال ونصلحوه غدا غادي نوليو نفس الحاله من الاحسن هادشي نحاولوا نوقفوا ونصلحوا الامور مره وهي كانت دار الايقاف ديالها سنه قبل وعطينا الصفقه باش يدير هاد الاصلاحات وجاو عندنا هما الجزاره قالت ليك العيد كبير اللي داز ماشي هذا العيد الاخر لا قالك اودي ما يمكنش وكذا والامور مزيانه وهذه 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 الاخوان تاع لونسا قالك اودي راه ممكن انا علاش انا مالي تقول لي لونسا خويا ما نطبعش انا مين نقول لي لونسا راه ما نطبعش طق نسدو ما لكن مدام لونسا كتقول لي الامور مزيانه غاديه مزيان ما كانش اشكال ما كانش هادي ما كاين والو انا غادي نلعب ولكن في الوقت اللي وليت درت لجنه اخرى قلت لهم غادي يولي نفس الاشكال هذا الشيء الماء وهذا والاخر هذا الشيء خص القادوس يتعاود هذا وهذا المنصه قال لك معقوله ما يمكن لينا جنوب نحبسوا هذا الشيء درنا قرار الاغلاق وغلقنا غلقنا المجزره ودارت الصفقه وراه دارت الصفقه وراهم كيداروا اصلاحات وراه ان شاء الله كاين شركاء راه ان شاء الله تكون مجزره عصريه وتكون مجزره في المستوى غادي تكون مجزره في المستوى عصريه والاشغال اللي راهي كدير نتمنى ان شاء الله شي مره غادي نديروا شي زياره مرحبا وصلنا واحد الفيديو يبان لي عاد الاشغال مازال ما لا راه عاد راه مع الاصلاحات راه مع الاصلاحات ولكن داكشي اللي راه يداز زعما في المستوى وان شاء الله كاين الشركاء اللي غادي يمولوا لنا اللي راهم غادي يمولوا لنا ان شاء الله الماتريال الماتريال داكشي غادي يكون عاود شي حاجه في المستوى كيبقى القضيه نتاع السي هشام السي هشام قال لك اودي هو ساهم ب 250 مليون ساهم 250 مليون لاجل باش المزرعه تكون في المستوى ولكن من شاف ذاك الفيديو قال لك اودي هو راك عارف حتى الام وكذا ولكن حنا من بعد انا لابد هو كيقول ساهم 250 مليون ما يمكن ليش السيد ساهم 250 عارف مشى 250 مليون انا جمعت الاقسام والمصالح ديالي كلها نقول له اعطوني فيش السي هشام فين ساهم 250 مليون واعطوني الوثائق ديالها من بعد منين جمعنا الوثائق كلها تبين السي هشام في ديك الوقيته كان غادي يستافد بالاستثناء هو وانا ذاك والسي علي واحد المجموعه وهذه يستافدوا بالاستثناء بالحاج ولكن كتكون واحد المساهمه ديالو نتاع السي علي كان عنده 1700 متر صالح الجماعه يتنازل لها السي هشام كانت غادي تكون واحد 6000 متر يتنازل الجماعه من بعد وقع عاود ما وقع السي الاخر مشى ذاك تنازل الجماعه راه عطاه الجماعه السي علي الحاج السي هشام عاود قلبوا ديك 6000 متر قالوا ديرنا نرجعها فلوس 250 مليون نساهموا الجماعه باش نصابوا المزاره ولكن باش غادي تساهم كاينه مسطره دارت نقطة في الدورة ودوزوا دوزوا الاتفاقية لأجل باش يتفتح واحد الحساب خصوصي باش تجيو للجماعة والجماعة ديال الصفقة هي اللي تخدم الاتفاقية ما وقعش عليها السي هشام السيد العامل آنذاك الله يرحمه السي الآخر من ما وقعش صاحب الآخر الأرض صاحب اللي غادي يساهم الهيبه اللي غادي يساهم ما وقعش ما يمكنش السلطه غادي توقع رجعت الاتفاقيه قال اودي علاش حنا هاد ال 250 مليون نمشيو نخدموها نمشي نخدمها انا السي هشام مشى كيقول لك انا خدمت انا بالنسبه ليا ما عنديش في الكونتابيليتي ديالي مادام ما دخلتش للكونت الجامعه وما عنديش الكونتابيليتي انا ما نجيش انا ما نساهمش انا ما نساهمش ولكن شكون اللي يثبت ليا بانما انت ساهمت في المزار شكون هذه قلت ليا بان ما راك ساهمت في المزاره فين درتها فين دارت هادشي بينو وبين المقاول اللي كيقول انا عطيت المقاول وفلان 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 هادشي انا في البيان تاعي كان واضح كان واضح كيقول هو مشى اعطى جاب المقاول وفلاني وخدم وكذا وهذه ودار شي زليج ولا دار كذا ولا دار هذه ولكن عندي انا في الجامعه ما عنديش ما عنديش ودائما نقولها ونعاود نكررها ونعاود نكررها ونعاود نكررها ما عنديش انا مادام ما عنديش الكونطابيليتي ديالي ما دخلتش عندي الجامعه نتاعي وندير المارشي ديالي انا 250 مليون في ديك الوقيته راك دير بها مزاره ماشي مزاره دير بها مزاره في المستوى هذا هو اللي كان سي محمد يعني
الحديقه اللي تندار يعني في الساحه ديال سوق بويو سابقا، يعني العديد من الناس سالوا قالوا كنا نحلموا انها تكون تما حديقه فقط، فالحديقه يعني فين الانسان يمشي. بالكو تصادفنا انه شحال من واحد كتب عليها، الناس المثقفين ديال مدينه بركان هضروا على انه كاين محلات تجاريه تما، يعني واش كيقولوا واش ما كتشوفش بان دوك المحلات التجاريه انهم كي يعني يشوهوا ديك داك الجماليه ديال ديك الحديقه، ما كتشوفوش بانه اختيار غير صائب انهم نديروا محلات تجاريه في الحديقه عموميه. انا اللي كنقول واش دخلنا لك والله درك واحد المحلات، واحد المجموعه نتاع اللي كيوصف هذه المدينه، ولا واحد المجموعه نتاع البراك، واش ما مشوهيناش المدينه؟ نوليو هكا نقولوا بهذا، ولكن راه كنشوفوا حالات اجتماعيه، راكم نتكلموا على المعطل، واش معطل مسكين قرا حتى 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 ويجيو لك عطيني كيوسك؟ انا والله الصراحه كيبقى فيا، انا كيبقى فيا من يجي يطلب لي كيوسك، وهذاك الكيوسك هو ونهار واش يخدم ولا ما يخدمش. راه مخداو لي كيوسك، راه كاين المسكين ما خدامش، ولكن كاين اللي راه خدام مزيان على حساب المواقف، على حساب حنا عندنا حالات اجتماعيه. راه والله تشوف الحالات انا اللي كيجيو لعندي هنا، كاين بعض المرات واش غادي نقول لك، لا معطل لا واحد لقى عنده مسكين ثلاثه المعوقين داخل الدار ديالو، لا واحد مسكين كان عنده كارو في المثال مع 40 سنه قرب به ولاد وصل ولاد وكذا ودروك، حنا كمجلس منعناهم غادي نمنعهم داخل المدينه. هذاك اللي عنده كارو تاع 40 سنه وكتلقى اللي تلقى ولاد ودروك في المثال مسكين راه موظف ولا راه خدام ولا في شركه ولا في كذا، باش وصلوا بداك الكارو وكاين وغادي منين نمنعوهم هاد الناس؟ خصنا البعدين ديالهم، ولو راح ندير اسواق نموذجيه راح ندير. كاين واحد اللي كان يبيع كران، واحد اللي كان يبيع عصير، واحد اللي كان يبيع داك الشيء القوقا، واحد كذا، واحد هذه، واحد هذه، هادو كلهم حنا كاين بعدين الحمد لله راحنا كنديروا هاد الاسواق النموذجيه اللي راحنا مقبلين على واحد السوق نموذجي عدو نولي للمنتزه الحديقه، غادي نديروا واحد السوق نموذجي اللي غادي يدير حدا سوق الجمله اللي غادي يشمل 428 واحد. لدوك الناس اللي حيدنا لهم من طحطاحة بقاونا دوك راه بقات لنا المرحلة الأخيرة، الإحصاء اللي عندنا راه بقات لنا المرحلة الأخيرة إن شاء الله، ونفضيو مع الناس اللي حيدو لهم اللي رحنا ديناهم ديك اللي حدا باكورة، راهم تما يبيعوا الخضرة ويبيعوا كذا ويبيعوا، وكاينين شي واحد صحاب الديسير، صحاب الديسير ولا أخر وكذا اللي راهم في طريق السعيدية ولا راهم كذا، عاود هادو كلهم إن شاء الله غادي يكونوا في هاد الأخر. أنا شفت حتى مام في أوروبا، انا في اوروبا بعض المرات تلقى حديقه ولا كتلقى كذا ولا كتلقى كيوس، يديروا دوك لي كيوس، كتلقى كيوس تلقى كذا تلقى هذه داخل الحديقه، شي ثلاثه لي كيوس ولا اربعه ولا هذه. مثال واحد جابوا وليداتو، واحد بغى عصير، واحد بغى هذه، واحد بغى هذوك، ماشي محلات غادي يتبناو، ولكن ماشي بهذا العدد يعني. لا دايرين الورد، دايرين 10 يبيعوا غير الورد. انا كنقول مزيان دابا علاش سي محمد تخيل انه 10 مثلا 10 محلة ديال الورد هو غادي يخدم بحكم مواطن بركاني في مدينة بركان 10 المحلات ديال الورد هذه، انا كنشك انه واحد من واحد المحل. انا بالعكس خصنا نولفوا بالعكس، شوف السياسة دوروا المعاد، شوف خصنا تقربي ولا ما تقربيش، إذا كان باع الشاب نشوفوا حنا داروا 10 داروا 10 مزيان، راه ممكن يخدموا ماشي من الضروري غير الورد اللي راه الاصطناعي، الورد كدا، الورد هادي، الورد ماشي من الضروري غير سي محمد. واحد الملاحظه خفيفه، يعني كيقولوا بانه واش هذا يعني هاد الكيوسك الكترو وهاد الحلول واش يعني واش ما كتشوفهاش انها تغطيه لواحد الفشل في جلب استثمارات وجلب مشاريع ضخمه؟ نقولوا معامل كما كلشي كيطالب بمعمل العاصر مدينة بركان وما عندناش معمل العاصر، يعني هذا الا تبعت انا التدخل السؤال ديالي لوزير الداخلية راني شرت له، سمح لي شرت له على القضية نتاع مع الأساتذة. كان عندي الوقت، كانت عندي جوج دقائق، ولكن زوج دقائق في الموقع الإلكتروني ديال البام عبرت عن الفكرة زوج دقائق خصك دير السؤال ودير التعقيب وخصك تقراه بواحد السرعه، غادي تقراه بواحد السرعه علاش باش توصل بعد توصل الشيء اللي خصك توصلو، ولو ما غاديش توصل الشيء كامل، ولكن كنت في الموقع انا تكلمت علاش
ما يكونوش عندنا عامل وزين في مثل العصير. واش العصير اللي كيجي لنا من مليليا انا هذاك العصير واش كيتخدم في الهند ولا ما عرفناش فين كيتخدم ولا فين كذا، وحنا المنطقه نتاعنا معروفه بالليمون، واش ما يديروش عندنا وزينات تاع العصير نتاع الاخر بطاطا نتاع فين كتشوف الخلل؟ واش كتشوف الخلل في الدوله ولا تشوف الخلل في المسيرين الاقليميين ولا تشوف يعني المراكز الاستثمار ولا تشوف يعني السياسه الخارجيه ديال الدوله انها ما كديرش الاستقطاب المستثمرين؟ يعني فين الخلل؟ فين الخلل؟ انا نشوف في قصه هذه مسؤوليه الجميع، نهضر بواقع، هذه مسؤوليه الحكومه، مسؤوليه المنتخبين على الصعيد الجهه، مسؤوليه المؤسسات. علاش؟ انا نعطي واحد الوقيته جاو مستثمرين من برا جاء، ولكن كاين اللي لقى عراقيل مشى بحالو، اللي لقى عراقيل مشى بحالو، ولكن لابد خصنا نشوفوا الطريقة كيفاش نشجعوا هاد المستثمرين. ما يمكنش نجي ونقول له نلقى عليه بشي شروط، خصك تخلص قد الأرض، خصك تخلص قد كذا، خص من البداية أنت كدير له خصك دير لي دلو واحد كنشد حمر، خصك هادي 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 هادي، السيد من البداية ديالو بعدا راك تشجعوا على الفشل. سي محمد نعطيك واحد المعلومه، واحد الوقت مداه هذيك كنا درنا واحد الموضوع في موقع بريكان 49، هو عباره عن بحث وترجمه لواحد الموضوع، لقينا في تسريبات ويكيليكس، تسريبات ويكيليكس العالميه، ان موقع بريكان ان مدينه بريكان كانت مراسله من الخارجيه الامريكيه للمستثمرين ديالها باش يجيو يستثمروا في 43 43 ولا 47 باش يجيو يستثمروا في مدينه بريكان الصناديق الخشبيه وتكون مركز ديال التصدير للبحر الابيض المتوسط 43. يعني حنا اليوم انا شوف الى ديال الجميع راه يعقل الى تعقلوا غير الوزينات الحوت اللي كانوا عندنا، بارك الله فيك، غير الوزينات الحوت اللي كانوا عندنا. انا نعقل شوف ديك الوقيته كانوا ما يلقاوش الخدامه ولا اللي يمشي يخدم معاه ما يلقاوش، كانوا يجمعوا الخدامه ما كيصيبوهمش كيحشموا ويجيو، وكانوا في قبويا وكان في قبض ولو، وكان عندنا واحد في طريق ورطاس اللي كان في طريق ورطاس كذلك حتى هو كان يدير في ملحوت، كانوا ما يلقاوش الخدام لحد الان ما بقاوش كاع دوك الوزيدات ما بقاوش. حنا بالعكس نقولوا نزيدوا ماشي نعيدوا، علاش ما نزيدوش؟ وزينات الحوت وزينات العصير وزينات كذا، هنا كتمص البطاله، كتمص البطاله. باين شي حاجه ولا ما باين والو؟ ايوا نتمنوا الخير ان شاء الله، نتمنوا الخير. كاين واحد المخطط نتاع الجهه، كاين واحد المخطط نتاع الجهه نتاع رئيس الجهه الشرقيه مع الجهه الشرقيه، صراحه راه داير واحد المجهود ودار واحد البرنامج ودار واحد المخطط لاجل ان شاء الله باش يكونوا مشاريع استثماريه لا في السياحه لا في كذا لا في هذه، ان شاء الله اللي يكونوا على الجهه الشرقيه اللي يحاول باش يمصوا هذه البطاله اللي راهي عندنا منتشره في المنطقه الشرقيه. سي محمد نرجع لمدينه بركان، لان البنيه التحتيه يعني انتشرت العديد من الفيديوهات، المهم واحد المستشار كان هضر على تقنيه الترقيع، وشفنا ان كيرقعوا الكودرون في الشتاء، يعني واش كتشوفش يعني اصلا ديك تقنيه الترقيع واش فيها زياده انهم كيزيدوا يخلصوا فيها ديك الشركه؟ سي نورمال كيزيدوا يخلصوا فيها، يعني واش كاين متابعه لهاد المسائل؟ وهذاك الشيء اللي يعني واش الشركه هي اللي كتحمل المسؤوليه ولا الجمعيه اللي كتحمل المسؤوليه ودوك المصاريف؟ يعني شكون اللي كيتحمل المسؤوليه في هاد المسائل؟ ما بالنسبه ل مادام كيكثر الفيديو كتكثر الكلام، عرفنا ما كاين الخدمه، عرفنا ما كاين الخدمه، راه إذا ما كانتش الخدمه غادي نساوك، راه ما يتكلم عليك حد، ولكن ملي كتكون الخدمه وكون هذا عرفنا ما راه الامور راه كاينه. خدمه كثر المصاريف. شوف كاين دروك كاين الاشغال، انا كاين الاشغال تاع الوطحه، كاين الاشغال ديال الماء، وكاين الاشغال ديال الحفار. انا شوف انا منين جيت وكنا كنتابعو حتى انا عطيت مارشي المره اللي دازت نتاع هاد الحفار ما كانوش يتقطعوا، كان دخلت على حفار الخدمه القديمه هذيك كتعمر ولكن كتمشي، تطيح الشتاء ولا هذي 3 شهور 4 شهور كتكون ما صدق لها وتمشي. انا درت واحد الاجتماع مع الناس المختصين في هذا الشيء نتاع، علاش انا ماشي التخصص نتاعي، انا صحاب الميدان، صحاب الميدان مع بيروديتيد مع لابوراتوار مع رئيس قسم الاشغال مع كذا مع هذي،
الكلاود ديالنا الطريقه اللي كنا كنشتغلوا بها واحد الوقيته ما عجبانيش. واش نتوما عندكم شي تصور انا باش نخلط على حفره نعمرها بالقدر؟ ما عجبانيش. قال لك الخدمه اللي مزيانه هو خصنا نقطعوا، هي فيها مصاريف. راه كي قال الاخر زيت الماء زيت دقيق، راه ما يمكنش بين كيقطع راه غادي يحسب لك التقطاع وغادي يحسب لك كذا، ولكن خص عاود كتكون الخدمه معقوله. قضيه نتاع الشتاء انا نتفق معك ما يمكنلكش هذيك، راه حنا هذيك ما نقبلوهاش، ما يقبلها حتى شي واحد، هذيك ما نقبلوهاش ما يقبلها حتى شي واحد. ديك الوقيته وقعت في حيس سعيده بالنسبه للمقاوله اللي كان اشتغل هو دار شويه الروتر، كان خدام في شي شيها وما كانش داير على ولو اليوم راه الحمد لله تقدر تعرف اليوم واش كاين الشتاء واش هادي واش كاين امكانيات اللي الواحد يقدر يعرف بها. هو ما دار شويه الروتار ومن بعد منين جا وعمر في الشتاء هذيك، ولكن داك الشيء راه تحيد له ما يتخلص عليه. هذا بعدا باش يكون في العين تاع الجميع، المتابعه كاينه، التقارير كاينه، كلشي داك الشيء كاين، راه ما يمكنلوش يتخلص الا حتى يكون لابوراتوار، حتى يكون داك الشيء هو هذاك عاد يتخلص. كتبقى القضيه نتاع هاد الشيء نتاع الماء ولا نتاع الوضع الحار ولا الاخر ولا كاين الناس كيتشكاو دوك يعني دوك كيخليو كما انا بحال دوك وصلنا للعدد ديال الناس كيسولوا كيقولوا بانه ديال الوضع الحار وكل شيء كيخليو بزاف المخلفات موراهم. ولحد الان كيقول كاين كيقول 3 شهور كيقول 4 شهور، لحد الان ومع 8 ما كانش اللي انا اللي كان ماشي على شهر ولا 3 شهور ولا 4 شهور. الا جينا نقولوا حقيقة انا قبل ما نجي رئيس كانوا بداو يشتغلوا عاد راهم ولاو كاين الرئيس اللي عاد ولاو اليوم يعمروا. راه هذه 3 سنين وشي حاجة اللي بدات، راه ماشي في المجلس ديالنا اللي بداو هاد الاشغال، راه كاين اشغال اللي بدات في المجلس قبل. صحاب الماء بداو في المجلس قبل، صحاب الوقت بداو في المجلس الثاني، ولكن الطريقة كيفاش كيشتغلوا هي اللي إشكال. وهذا الشيء راه حنا جلسنا معاهم ودرنا معاهم عدة اجتماعات، ما يمكنش نقول لهم ودي خص تبداو لنا من الحي، بدا بهذا الحي قادو وانتقل لحي اخر فيني وانتقل لحي اخر حفر وريقل وكذا. ولكن هما عاود المسائل التقنيه ديالهم كيقول لك ودي انا ما نقدرش، انا عندي مول الماء، يقول لك انا ما نقدرش نبدا من هذا الحي ونمشي لحي، انا خصني نخدم من بعد من ديال ليسي منين ندير نسير، خصني نشوف الا وقع لي مشكل في بلاصه اخرى ولا كذا ولا نولي نحفر. اللهم خصني نخدم كل شيء ومن بعد منين ندير لوسي ديالي وندير المسائل ديالي عاد نولي نرد هادشي، هاد المسائل التقنيه ديالهم. وهادو راه داروا اجتماعات على الصعيد المحلي مع السلطه المحليه والسلطه الاقليميه وقفنا عليها حنا شخصيا، وتقارير داروا فيها ومراسلات داروا فيها، وصار هذاك الشيء. حنا ما من جهتنا ما قصرناش من ناحيه الرسائل ومن ناحيه المحاضر ومن ناحيه المتابعه كاينه، ولكن الصفقه ماشي حنا اللي كنعطيوها، الصفقه كتعطيها لومي، هي اللي كتعطي الصفقه تاع الوضع الحار ديال الماء. ولكن حنا فين دروك حنا واقفين، هما من بعد منين يجيو ياخذوا المال لوفي، ياخذوا المال لوفي ديالهم تاع هذيك الاشغال باش يمشيو يديو الضمانات اللي راهي عندهم عند لونيب. حنا تما اللي كنقول له شوف ما يمكن ليش نعطيك انا المال لوفي الا حتى ترجع ذاك الشيء كي كان وتهز ديك الاطربه اللي راهي عندك. وغالبا راه حنا كنسقوا مع السكان، راه حنا كنسقوا مع الجمعيات الاحياء، وراه حنا كنسقوا مع السلطه المحليه والاقليميه لاجل ان شاء الله الامور راهي كتحسن، راهي غاليه وراهي كتحسن. وغالبا راه عطاونا واحد الشهرين كاع ما يبقاوش كاع حل الاشكاليه ان شاء الله في المدينه تاعنا. كلهم ان شاء الله ما غاديش يبقاو. سمك المدني كيقولوا، ماشي كيقولوا، هو اللي كنشوفوه حتى حنايا كيقولوا بان شركه حافله فوغال متغوله على المجلس البلدي ديال مدينه بركان. يقولوا نهار كان تحرير الملك العام، الشركه محتله الملك العام، دارت لها مراسله، جاهدت المراسله، ما كان دار حتى شي تدخل. زادت التعرفة دارت عاوتاني، يقال انه دارت مسائل قانونية ضدها وكل شيء، ما بان حتى شي حاجة. يعني علاش كيقولوا ما كانش هذا الحزم ضد شركة حافلة فوغال؟ دي بالعكس، انا كنقول بالعكس، شركة فوغال صراحة احنا بالنسبة للمدير ديال شركة فوغال انا راه واضح هذا، كنت في المعارضه كنتكلم على شركه فوغال، ورنا التسيير انا كنتكلم على شركه فوغال واللي الواقع نقولوه ما نبقاش نبقاو علاش؟
انا متفق معاك بزاف الحوايج خصها يدير مشاريع فوقها، كاين حوايج خصها يدير مشاريع فوقها. واش كتشوف انا محتار في الدفتر تاعهم؟ ما شوف كاين شي امور اللي ما محتارماش في يمكنش تحملها، ولكن حتى شركة فوقال كيقول لك اودي انا مدابيا ما يبقاش عندي هذا حق امتياز، انا ما كرهتش الدار الصفقه، تدار الصفقه وتدار مسطره جديده، كنا نشتح مولات جديد، حتى كنا نشتح مولات خصو يكون جديد. حتى في المثال واش دخلنا عليك بالله، المواطن بعض المرات ما تلقاش حتى ما يلقاش حتى فين يمشي يوقف مثلا تدق الجزابر نتاع الشتا ولا ديالك. لا وهذا الشيء ماشي غير في المدينه، راك الا لاحظت واش المواطن داخل عليك بعض المرات، الا راح تمشي للطريق اكليم ولا تمشي للطريق بوشاقور ولا تمشي للطريق الرقاده ولا تمشي، المواطن الشتا طايحه هو تحت الشجره مسكين ما كانش تدق الجزابر في المثال، خصو يكون ماشي غير في المدينه، في المدينه وعلى برا وعلى كذا وعلى هذه في اي بلاصه خصهم يكونوا. شركه فوغال السيد بالنسبه لينا حنا كيقول لك راه الاشاره ملتزم باش الحاجه اللي خصها تدار تدار. هو حتى اللي بيجي يقول لك انا باغي نبدل كاع الطوبيسه ديالي ندير شي حاجه جديده، ولكن شكون اللي يضمن ليا واش انا غادي هو راه عندي ما بقي له سنتين، شكون اللي يضمن ليا انا مثلا من نشري الطوبيسات كلهم جداد شكون اللي يضمن ليا 50 ولا 6 سنين؟ ولكن الا درت الصفقه، درت الصفقه وخديت المارشي، انا كلشي نبدلو جديد، كلشي نبدلو جديد. كتبقى قضية نتاع بالنسبة للمول ولا كدا ولا هادي زعما، صراحة ما فوق ماشي نتاع اليوم، فوق راه 20 سنة هو هنا، بالعكس كاين شي أمور اللي حنا فرضناهم عليه حنا هو صافي فوق غادي يخرج. عطينا له واحد المهلة، عطينا له المهلة نهار اللي دار تحرير الملك العام بالغنى عليه، قال لنا الإشارة، قال لك إلا بغيتو نهز من دابا نهز نمشي. لا عطينا له مهلة باش نكونوا واضحين، قال لك كاين جوج الحوايج، بغيتوني نهز نهز اخويا حوايجي ونمشي، ما عندش بغيتو تعطيني واحد المهله نتاع شهرين، اعطوني واحد المهله نتاع شهرين، انا راني ديت الرخصه ديالي وراني بديت نخدم، كملت شهرين جا لعندنا، قبل ما تكمل شهرين جا لعندنا دار معنا اجتماع، قال لك اودي شهرين انا راني تسالت لي غير الاسبوع اللي داز واش ممكن تزيدوا لي واحد الشهر نروحوا هالاشغال ما كانش راني خدام، ما بغيتوش انا مستعد من هذو نهزو ونمشي بحال انا ملي كنشوف انا 20 سنه وفوق غير تما على شهرين ولا 3 شهور ما كانش الاشكال، وراه ملتزم معنا ان شاء الله في الشهر زد عطينا له شهرين زدنا له شهر باش يحاول يحول كلهم داكشي نتاعو داك الماتريال ديالو دوك البيز ديالو يحولهم لسيدي سليمان للمستودع اللي راه كيديرو في سيدي سليمان. سي محمد مؤخرا يعني كندار واحد اللعب يعني عقد شراكة ما بين جماعة بركان وشركة حفلة فوغال وبعض الجماعات جماعة سيدي سليمان زلزال لا تعلم مدى يعني هنا طرحت واحد الإشكالية لأنه واش هذوك الجماعات ما عندهمش واحد الاستقلالية أنهم يديروا عقد وحدهم مع شركة فوغال، واش أوبليجي عليهم أنهم يدوزوا عند جماعة بركان باش يديروا عقد مع شركة فوغال؟ من الناحية القانونية من الناحية القانونية شوف من ناحية هذا حق الامتياز، الإشكال اللي كاين هو من حق ذوك الجماعات يطالبوا الجماعة اللي عندها حق الامتياز، حق الجماعات اللي بركان هي اللي عندها حق الامتياز، كيطالبوا الجماعة نتاع بركان باش توافق وتصادق لهم على ديك الاتفاقية نتاع فوغال باش يخرج للدير المفوض، كتدار في اطار مجموعه الجماعات ولا كتدار في اطار الجهه، ولكن حضرتك مدى حق الامتياز عند الحق نعطي ندوزو لهاد الجماعات المجاوره. بس محمد واحد السيد كان يسول كيقول لك يعني كيفاش تم التوقيع على اتفاقيه تفوت من خلالها 40 مليون النظريه ديال كره السله دون موافقه مجلس الجماعه؟ ما تاكدناش في المعلومه. شوف علاش قلت لك اودي بعض المرات حتى واحد المجموعه نتاع الميساجات كيدوزوهم كيدوزوهم اتفاقيه كاين فلوس نتاع الرياضه على من كان شي مجلس يصادق على 200 مليون ولا 300 مليون مخصصه للرياضه مينا
ميناء في اطار ميناء ميناء هو 300 مليون المجلس صادق عليها يخصها الرياض. كاينه الشراكه نتاع الفوت 150 مليون واللي بقى نوزعوه على جمعيات رياضيه اخرى. مام احنا الجمعيه كره السله كانت في حاجه ماسه وكان حتى دوك اللعابه كيديروا احتجاجات على الرئيس. الرئيس توصل باش يدير الاستقاله ديالو. هنا اللجنه تاع الشؤون الثقافيه والرياضيه وافقت على 20 مليون سنتيم تعطيها لكرة السلة. بالنسبة لي أنا دوزت ما دوزتش 40 مليون، دوزت 20 مليون سنتيم اللي وافقت عليها اللجنة. ما كايناش 40 مليون بعدا باش نوضحوا، هذا اتفاقية فيها 40 مليون، ولكن اللي دوزت أنا الآخر الشيء اللي دوزته للجنة. ما يمكنليش اللجنة، أنا اللجنة اتفقت على 20 مليون، وافقت لي اجل بان نعطيو 20 مليون للكرات. اعطيت لهم انا 20 مليون اللي وقت عليها اللجنه، ما نقدرش نعطيهم انا اكثر من داكشي اللي وقت عليهم، ولو كاع الاتفاقيه فيها 40 مليون ولا فيها اللي فيه، ولكن لو كان اللجنه عطات 40 مليون نعطيهم 40 مليون، اللجنه عطات 20 مليون عطات 20 مليون. سمح لي هنا بعض الاسئله ديال المواطنين. مرحبا. كيقولوا بانه يعني عمليه ديال تخطيط الشوارع، يعني قال لك الطرق محفره و ندير تخطيط الشوارع، يعني واش ممكن تشوف منها وتدير المال العام وصافي؟ وانا بينا وبين هادشي نزلنا على رغبة المواطنين. هادشي نزلنا على رغبة المواطنين، هما كان هادشي مطالبة الشارع، خص لابد يخص الشوارع يكونوا كلهم يكون متراسيين بالصباغة ديالهم، بمراجلين ديالهم. واش ننتظروا حنا حتى نجيب انا 50 مليار ولا 60 مليار ونقاد الشوارع كلهم عاد ونسبغوا؟ هذا ما يمكنليناش. حنا كاين مخطط، مخطط اشتغلنا عليه وجبنا نكتو دراسات نتاع مخطط مديري ديال السير والجولان، والحمد لله اللي واحد الدراسه دار في المستوى، ورحنا ان شاء الله مازال غادي نديروها في هذا المخطط الجماعي، واللي غادي ان شاء الله يكون المناقشه ديالو واللي شاركت فيه جميع المصالح، الوكاله، الامن الدار، الوقايه، كلهم شاركوا في هذا المخطط المديري. ولكن باش يتنفذ راك عارف خصو ميزانيه، ولكن لابد من واحد المجموعه نتاع الشوارع، وهذا الشيء ماشي اليوم، هذا الشيء نتاع السباغه ماشي نتاع اليوم. شي نتاع السباغه انا كيبان لي راه كل سنه كان الشوارع يتسبقوا مشاريع المجلس ديالنا حتى في المشاريع السابقه. والمشكل دروك حنا الا جينا نسبقوا كنا يدار الماراثون يقول لك سبقوا الدروج، الا كانت شي زياره جينا نسبقوا يقول لك سبقوا، حتى جات الزياره راهم يسبقوا، الا سبغنا قبل يقول لك اودي علاش راهم يسبقوا. دروك ما عرفناش هاد الناس يقولوا لنا شبه وكيفاش نشتغلوا، واش اشتغلنا راه مازال الماراثون بعيد، الزياره مازال بعيده، واش عاود الا جينا حتى الوقت نتاع الزياره ونشتغلوا ونسبغوا ونديروا كلشي غادي يولي اشكال اخر. لابد تشوف الصباغه ضروري، وحنا ان شاء الله كاين واحد التصور واحد البرنامج اللي راح نخدموا عليه جميع المؤسسات، الابتدائيه والاعداديه والثانويه ان شاء الله. دوك ماما الراجلين كلهم راحنا برنامج اللي راه ينزل ان شاء الله في الشهر الجاي كلهم خصهم يتسبغوا، وكلهم الشوارع اللي في المثال راهم الشارع باين وعندو التصفيت ديالو والمسائل ديالو كلهم غادي يتسبغوا. والحمد لله احنا غاديين في هذا الشيء هذا، وهاد الصباغه اللي دارت دارت صفقه، ومع ذلك راه توجد فيك الوقيتة نتاع الشتاء وديال الاخر، وهادي كاين الشوارع اللي حتى ديك الصباغه ولو بشي حاجه اللي زعما بالجوده وكذا وشي حاجه اللي مزيانه، ولكن مين يكون عندك مثال اطربه ويكون هادي وكل اخر راه لابد تمشي ديك الاخر. وهذا الشيء غادي يعاود كلهم دوك الشوارع اللي سبقهم راه نعاود لهم ان شاء الله باش نحاولوا باش نبينوهم. وكي قلت لك راه كلهم المؤسسات غادي يتراسوا بالممر الراجلين، وهذا هو هذا غير بعض الاسئله ديال المواطنين. مرحبا. اصبر معنا شويه اسمح لا مرحبا مرحبا مرحبا. سمح لي كيقول لك واحد المآل ديال منتزه الزلاقه. انا شفت المنتج ندير له البيدجي ندير له لاخور ولا انا نتمنى لك المنتج هذا الزلاقه يتفتح فيه تحقيق،
وواحد التحقيق اللي يكون حقيقي، واخا رجات وجا المجلس جاو الحسابات ودار فيه دار فيه مسطره ودار فيه اجراءات ودار فيه كذا، ولكن هادو اموال تاع الشعب كانت ماشي 860 مليون مشات بها شي 450 مليون، ولكن فين مشات هاد المقاول؟ ولا ما غاديش نقولوا الاسماء ونقولوا كذا، ولكن واش ديك 450 مليون اللي مشات في ذاك المنتزه واش كاينه على ارض الواقع؟ واش فيه الراهي؟ ولكن مع ذلك حنا ان شاء الله هذاك المنتزه راه حنا غادي نحيوه، وراه حنا درنا له دراسه، وراه الصفه ان شاء الله غادي تنصع على ذاك الشيء اللي كان باقي تما في مجموعه الجريمه، كان باقي تما شي 460 مليون، راه حنا غادي ان شاء الله دار الصفقه في اقرب وقت، وراه كاين واحد المشروع اللي غادي يدار في ذاك حدا ذاك الموقع نتاع نتاع فين غادي يكون المنتزه نتاع واحد لابيسين كوفات راه تاع هذا المارشي ديالو هذا، باش نخبركم فيها 460 مليون عاود غادي يدار تما، كاين واحد جوج الملاعب القرب ان شاء الله حتى هما راه غالبا غادي يدار الصفقه ديالهم، هذيك الطريق اللي كتطلع على السوق اللي كتجي على السوق نتاع 40 متر اللي تخرج الشارع الوداية راه تعطى الصفقه ديالها، والمقاوله ان شاء الله غادي تكون حتى هي غادي يكون الانطلاقه نتاع ذاك المشروع في اقرب وقت، اللي غادي ديك الجهه هذيك اللي كانت انا كنعتبرها كانت معزوله على على المدينه، وهذيك الطريقه اللي تكون ان شاء الله طريق دائريه داخل المدينه، واللي غادي تكون بالاناره ديالها وتكون بالتسفيت ديالها، وفي نفس الوقت ذاك المنتزه انا اللي نزيد ناكد هو اللي خصك تفتح فيه تحقيق في هذاك المنتزه هذا، وانا دارت الرساله ديالي، انا دارت الرساله دافع تحقيق درتها وبلغتها للجهات المختصه باش كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو، لحقاش انا قبل ما نشتغل تما وقبل ما نلونس المارشي ديالي درت المسطره ودارنا اللجنه زوج المرات، وحنا كان وانا كنخرج تما للجنه انا الخدمه ديالي درتها، كتبقى المسؤوليه انا ماشي ديالي المسؤوليه وماشي انا اللي درت الصفقه، وهذه راه كاين جهات مختصه اللي نتمناو ان شاء الله سي محمد. يعني سؤال اخير، يعني التقييم ديالكم للناس الاول من ولايتكم الاولى رئاسه جامعه تركان في ظل التحالف ديالكم مع حزب العداله؟ احنا الحمد لله بعد بالنسبه للتحالف ديالنا غادي في الطريق الصحيح، هذا هو اللي كنقول غادي في الطريق الصحيح، لحد الان كاين شي اشكاليات راك عارف اشكاليات، انا الحقيقه كاين شي اشكاليات بسيطه، ولكن احنا راح نتجاوزوهم، اللي باغي يشتغل مرحبا به، انا بالعكس انا حنا فاتحين على الجميع، وانا كنقول لهم شوف بالعكس انا ماشي غير اغلبي، انا كنقول اغلبيه ومعارضه، حنا نخدموا المدينه، حنا كنخدموا المدينه، راه الا خدمنا كاملين ودرنا يد في يد 39 واحد، راه الحاجه اللي درناها درناها للمدينه، حنا كنشتغلوا، انا ما كنشتغلش لاجل نقول اودي خصني نشتغل وندير باش المره الجايه ان شاء الله يخصني كذا، انا كنشتغل لاجل اودي خصني انا في الولايه ديالي ندير شي حاجه اللي غدا بعد الغدا يقولوا كان فلان والله الا دار ودار 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 ودار، ما عمرني فكرت باش نقول ايوا لا خصني كذا خصني ندير وخصني هذا باش المره الجايه وهذه وهذه وهذه، دائما انا ما عنديش في راسي، دائما كنفكر للصالح العام، ودائما كنقول لهم الاخوه اجيو نخدمو جميع كاملين، حنا كي قلت لك حنا غاديين في الطريق الصحيح، الحمد لله كاين واحد المجموعه ديال المشاريع اللي دارت داخل المدينه، وانا تمنيت انا بغيت نعطيهم لكم كاع ان شاء الله نعطيهم لكم نوجدوهم لكم نعطيهم لكم بالارقام في هذه الولايه ديالنا، نعطيهم لكم بالارقام، كاين تحسن كثير، كاين اتفاقيات، كاين هاد المشاريع كلها اللي رحنا اللي قلت لك رحنا ننزلوهم، هاد البديل هاد الباع الجائلين المثال عطينا البديل ديالهم، حنا ما جيناش ونزلنا على واحد باعي جائل ولا كذا، وهذه بلا بديل، هذه من 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 الاخر، وكي قلت لك بنيه تحتيه الحمد لله راه حنا غاديين تقريبا، كان هذا المشروع نتاع الواد الحار ديال الماء ديال راه حنا كان باقي لنا شي حاجه في حي المقاومه، راه كان واحد الموافقه نتاع واحد المشروع نتاع بالنسبه للتطهير السائل تقريبا تاع واحد 2 ملايين و 200 ان شاء الله لاجل باش نكونوا واصلين كاع حنا واحد 95% من المدينه نتاع اعاده الاخر هذا الشيء نتاع بالنسبه للتطهير السائل، باش داك الشيء اللي كان اللي متهالك والاخر وهذه ما خصو يتعاود، باش ان شاء الله بناء على هذا الشيء باش يكون التزفيت والتبليط لواحد المجموعه ديال الاحياء، كاين واحد القاعه مغطاه
اللي ان شاء الله تعطى الصفقه ديالها اللي راه غادي تدار. والله يجازيهم بخير العائله نتاع بالحاج، والصراحه يرجع السي علي الحاج والعائله تاعو اللي داروا معنا مجهود على واحد 6000 متر عطاوها لنا بدون مقابل، واللي راحنا غادي نحطوا فيها واحد القاعه مغطاه ونعطيت لهم الترخيص ديالها، راه غادي تحت ان شاء الله غادي تبدا في اقرب وقت. لحقاش حنا حتى درنا شوف واحد التوازن داخل المدينه، ما فكرناش غير في واحد المنطقه، حاولنا المدينه ككل وقسمناها على مقاطعات، وكل مقاطعه مقاطعه لابد يكون عندها مرافق رياضيه، مرافق اجتماعيه، ماذا يكون فيها محلات تجاريه، يكون كذا يكون هذه، وتكون واحد الحركيه داخل المدينه. اللي باغي يلعب الكره يلعب، اللي باغي يتقضى يلقى حدا فين يمشي يتقضى، كل واحد. وهذا هو السي محمد، يعني كان اخر الزوار ديال الموقع اللي كان 49 وكان مشوشين على النجاح المواطنين. انا شوف اما بدوري بعدين بالنسبه للمشوشين قلال، دائما انا كنقول لك قلال. انا دائما كي قال لك شوف واحد المثال كيقول لك الواحد الانسان نفسه بعضنا بعض على الصالح العام، على المصلحه العامه، ماشي نفسه بعضنا بعض باش نهدمو. راه شوف راه الا كانوا اللي يهدموا اكثر من اللي يبنيو راه كلنا خاسرين، راه حنا خاسرين وولادنا خاسرين، وخصنا نفكروا في ولادنا ونفكروا في ولاد ولادنا اللي خصنا نفكروا. ولكن الا كنا غير نهدموا راه ما نزيدوش لقدام. ولكن الحمد لله انا كنقول لك قلال هذوك اعداء النجاح وذوك المشوشين قلال قلال. انا كنقول الامور ان شاء الله غادي تكون احسن واحسن بداك الشيء اللي راهم كيتصوروا هاد اعداء النجاح. واللي انا الحقيقه اللي نشكر السيد العامل صراحه. شوف حنا هاد السيد العامل انا راه شوف الطبع نتاعي نقول لك انا واحد الله يكون ماشي مزيان بغى يكون عامل، ولكن ما بغى يكون النوع ديالو راه ماشي مزيان، وكنقولها له في وجهه. ولكن شوف راه نقول لك حنا المدينه نتاعنا والله يا اخي الا جابنا الله شوف واحد السيد العامل، وماشي انا شي انا لقيت ناس اللي تعامل معاهم في البرنوصي، ولقيت ناس اللي كانوا قراب، ولقيت ناس عائله ديالو، لقيت كذا واحد المجموعه كيقول لك شوف الفرصه ديالكم وديال المدينه ديالكم مع هذا الراجل. انا وصلها المره برلماني، وماشي غير ديالنا برلماني البام ولا برلماني البام العداله كذا، ما سمعتش شي واحد قال فيه شي حاجه اللي ماشي مزيانه. كيقول لك والله فرصه ديال المدينه ديال، قال لي واحد السيد برلماني قال لي سلم على السيد العامل وقول له شوف راه ملي مشيت من البرنوصي، راه ولات تراجع وماشي واحد العادات، راه فرصه للجميع، المنتخبي، المجتمع المدني، المواطن كذا، لهذه لاجل نديروا يد في يد ونتعاونوا جميع ونزيدوا لقدام، نزيدوا لقدام في مدينتنا. حنا دايزين، انا واش انا الاول ولا انا الاخر؟ راه ماشي انا الاول وماشي انا التالي، راه مجاو الولاد هازو راه غادي يجيو من مورايا وكذا، ولكن راه خصنا يكون التكاتف في الجهود ديال الجميع، كمعارضه كاغلبيه كمواطن كمجتمع مدني كمنتخب كلشي، خصنا هاد المدينه ان شاء الله. وانا نقول لك انا عندي اليقين ان شاء الله بان المدينه ديالنا راه غادي تتغير، غادي تتغير، وكاين بصمات، كاين بصمات نتاع التغيير، ونتمنوا ان شاء الله الخير. ونشكر الجميع ونقدم الشكر نتاعي للمواطنين بصفه عامه، لقاش انا رئيس الجميع، رئيس الجميع، نشكر الجميع ونشكر الطاقم نتاع بركان 49 في الحقيقه على هذا المبادره، مبادره طيبه، ونتمناو ان شاء الله هذه المبادره تبقى تكرر، ماشي هي الاولى، ما تكونش هي الاولى وهي الاخيره، ما تكونش هي الاولى وهي الاخيره. وانا راه الاشاره، انا بالعكس، انا كل المواقع الحمد لله عندنا علاقه معهم طيبه وعندنا معهم صدى طيب، ولو انا ما عنديش، انا عمرني كان عندي شي واحد، واخا يكون مسائل اللي شوف فيها بول خلاف فرحه، راه ما يمكنليش انت واش بغيتي لي قيس فيك حتى يكون خطا يبقى يقول لي لا راك مزيان. انا بالعكس انا نبغي
اللي يكون خاطئ يقول لك خاطئ. انا عندي هما رؤساء المصالح ولا الاقسام كنقول له كنت خاطئ، يجي يقول للرئيس هذه لا، انا هذا كل نعتبره موظف طالح، يقول لي هذه راك خاطئ فيه، كل شيء رئيس لا شوف رئيس غلط وانت تتبع ما يمكنش. وانا هذا هو اللي كان نوجهه وشكرا مرة ثانية، ونتمنى ان شاء الله الخير للجميع ان شاء الله. وتبارك الله عليكم.